بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين صاحب الوعد الكريم الذي تذكرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا رب وفقنا لما تحب وترضى، وجاز عنا مشايخنا لله تعالى أحياء أمواتا، جازهم خير ما جازيت معلما ومربيا عن أتباعه وتلاميذه. يا الله يا رب العالمين. وبعد، فقد وصلنا في شرح السنوسية الوسطى، في شرح العقيدة الوسطى، عند قوله رضي الله تعالى عنه أيضا: لو اتصف تعالى بصفة حادثة لم يجوز أن يعرو عنها أو عن ضدها أو عن مثلها. هنا أشار إلى الدليل الثاني على استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى. الحوادث يعني شيء حدث أو جد أو ظهر كان الحق سبحانه وتعالى عاريا عنه في الأزل، يعني لم يكن متصفا به، ثم حل أي تجدد أو وجد في ذاته تبارك وتعالى بعد أن لم يكن. فهذا معنى أنه تعالى لو قامت الحوادث أو لو كان تقوم بذاته سبحانه وتعالى صفات حادثة. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا أنه كان خاليا عنها، يعني لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها. يعني معنى هذا أنه سبحانه وتعالى كان قبلها ليس كاملا، وإنما تكمل بها، وأنه يقرأ على ذاته سبحانه وتعالى التغير، لأنه لم يكن متصفا ثم أصبح متصفا. فهذا هو المحذور في قيام الحوادث بذاته تعالى. يعني الحق سبحانه وتعالى شوف كده ذاته واجبة، يعني لا يمكن تكون جائزة، لأنها لو كانت جائزة يبقى إذن يمكن وجودها ويمكن عدمها، فالذات واجبة. وصفات الذات واجبة، وصفات المعاني واجبة له سبحانه وتعالى، يعني العلم، القدرة، الإرادة، الكلام، كل هذا واجب له. إيه معنى واجب؟ يعني لازم، لا ينفك عنه ولا يخلو عنه، لا أزلا ولا أبدا. فلو قلنا إن لله تعالى صفة حادثة، معناه أنه هذه الصفة ليست قائمة بذلك، ليست ملازمة، وإنما وجدت أو قامت بذاته بعد أن لم تكن. يبقى معنى كده أن الحق سبحانه وتعالى تغير، والتغير شأن الحوادث، وكل ما قام أو حل به الحادث فهو حادث، أو كل ما لازمه الحادث فهو من أجل هذا يمتنع أن تقوم الحوادث بذاته تعالى. يبقى الذات واجبة قديمة، والصفات كذلك. فقط الأمر الوحيد الذي يوصف بأنه جائز هو الأفعال،
يبقى الصفات واجبة زي إيه؟ مثل الذات. أما الذي هو جائز يعني يمكن يكون ويمكن لا يكون له صفات الأفعال أو الأفعال، فأفعاله تعالى توصف بالجواز. خلاص يعني ممكن تحدث الأفعال وإيه ولم تكن من قبل، ممكن لا تحدث لأنها أفعال، والتغير في الأفعال لا يدل على إيه؟ تغير في الذات أو تغير في الصفات. فالشيء الوحيد اللي هو بالنسبة لله تعالى يوصف بأنه جائز اللي هو الأفعال، وجائز في حقه إيه؟ ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغذاء، هذا جائز. كونه يخلق لا يخلق، يرزق لا يرزق، يحيي لا يحيي، يميت لا يميت، يعز يذل. وكيف نعرف أن هذه صفات أفعال أو هذه صفات ذات؟ صفات الذات لا يجوز أن يوصف بالضد. يعني إذا كانت الصفة صفة ذات زي الإرادة وزي العلم، يبقى لا يجوز أن يوصف الحق سبحانه وتعالى بضدها. إنما إذا كانت صفة فعل يبقى يجوز أن يوصف الله تعالى بها وبضدها، زي الرافعة، الرافع، الخافض، المعز، المذل، المحيي، المميت، الباسط، القابض، هذه تسمى إيه؟ نعم؟ من؟ لا، صفة ذات دي ما يصحش، عيب عليك. الأول والآخر ليس إيه؟ من صفات الأفضال. الأول يعني في حقه تعالى ليس معناها الابتداء، وليس الآخر معناها الانتهاء، وإلا لكانت أضدادا. وإنما الأولية في حقه تعالى يعني إيه؟ يعني السبق، نفي التقدم، أن يتقدم عليه شيء. والآخرية معناها البقاء، ولهذا وصف الله بهما، هو الأول والآخر. لكن لا يجوز أن يوصف بضدين فيما يتعلق بصفات الذات. إنما الأفعال يعني مثلا ما هو الفعل؟ الخلق. الخلق ده فعل صح، والرزق فعل، والإحياء فعل، والإماتة فعل صح كده، وكون الإغناء فعل، والإفقار فعل، والإشقاء فعل، والإسعاء، هذه أفعال. فاشتق من هذه الأفعال صفات، لكن هي نفسها هي صفات الأفعال، هي الأفعال، بس اشتق من كلمة يخلق الخالق، ويرزق الرازق، اشتق منها إيه؟ صفات. فسميت صفات الأفعال لأنها توصف بها الأفعال. وصفات الأفعال هي في الحقيقة ليست صفات الذات، يعني ليست صفات للذات كما يقول الماتريدية، لا، هي صفات للقدرة. يعني بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الكلام، صفات الأفعال هي إيه؟ تعلقات القدرة، أو هي التعلق التنجيزي الحادث للقدرة. ولذلك صفات الأفعال عند السادة الأشاعرة حادثة، أما عند الماتريدية قديمة. ليه؟ لأنه قالوا صفة الفعل زي صفة الذات. لذلك هم لماذا قال الماتريدية إنه صفات الأفعال قديمة؟ خافوا من إيه؟ من شيء محذور. يعني مثلا لو قلنا الخالق والرازق، هذه الأسماء لو قلنا إنها حادثة، يعني معناها استفاد الحق سبحانه وتعالى بعد خلق الخلق، وفي الأزل لم يكن متصفا بها، فهذا معناه التغير، وهو إيه؟ سبحانه وتعالى لا تغير في ذاته.
أما الأشاعرة قالوا لا، ده الحق سبحانه وتعالى في الأزل كان قادرا، يعني كان موصوف بالقدرة، أما الخلق والرزق كل ده فيما لا يزال، لأنه لو وصف في الأزل، أو ده اللي خافوا منه الأشاعرة، لو وصف في الأزل بأنه خالق لوجد معه الخلق. والماتريدية قالوا لو لم يوصف بها في الأزل لكان عاريا عنها واستكملها أو أخذها بعد خلق الخلق. فهؤلاء فروا من شيء، وهؤلاء فروا من إيه؟ من شيء آخر. لكن التحقيق عندما تفهم المذهبين فهما صحيحا تجد أنه لا خلاف بينهما، يعني يمكن التوفيق بين المذهبين، لأن أبا حنيفة رضي الله عنه والمذهب الماتريدي ينتسب إلى أبي حنيفة، يعني بيقول إيه؟ لم يستفد سبحانه وتعالى، يعني قال هو إيه؟ اسمه الرب ولا مربوب، فلم يستفد اسم الرب من إيه؟ الخلق، واسمه الخالق ولا مخلوق، والرازق ولا مرزوق. ده موجود الكلام ده عن الإمام مين؟ أبي حنيفة. يبقى احنا ممكن نحل حل وسط، فنقول السيف هو في الايه؟ في الغند، ها؟ اسمه ايه؟ صارم. طب ولما يقطع اسمه ايه؟ صارم. ايه الفرق بين التسميتين؟ هل السيف زي الماء كده وهو في الكوب يسمى مروٍ؟ كيف؟ هل هو ارتويت به؟ طب عندما تشرب فهو مروٍ، إذا هو في الكوب صارم بالقوة، وعندما تشرب صارم الماء في الكوب صارم مر بليه بالقوة، وعند الشرب مر بليه بالفعل، والسيف في غمده صارم بليه بالقوة، وعندما يقطع صارم بليه بالفعل. فقالوا معنى أنه تعالى خالق وهو في الأزل يعني إيه؟ التعلق الصلوحي القديم للقدرة، بمعنى أن الصلاحية أو الصفة أو القدرة التي بها يتأتى الخلق موجودة في الأزل. إذن الذي لم يوجد في الأزل أو الذي وجد فيما لا يزال ليس هو القدرة التي كانت بها الأفعال، وإنما الأفعال نفسها هي التي وجدت فيما فبهذا نوفق بين بين المذهبين. لكن الماتريدي قال لا، صفات الأفعال مثل صفات الذات قديمة، وعندهم صفة أخرى غير القدرة اسمها صفة التكوين. الأشاعرة يقولون ما فيش صفة اسمها التكوين، لأن القدرة تغني عنها. طيب الماتريدي يقول لهم لماذا هناك صفة اسمها التكوين؟ وما القدرة إيه فائدتها؟ يقول لك القدرة دي يصح أن يوجد بها الشيء، يعني القدرة إذا كانت موجودة يصح أن يوجد بها الشيء، إنما إيجاد الشيء بالفعل هذا يحتاج إلى صفة أخرى وهي التكوين. ولكن التكوين غير المكون، فصفة التكوين قديمة، إنما المكون حادث. وهذا الصفة يبدو والله أعلم ربما أخذوها، يعني الدليل عليها في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الشاعر رحمه الله أشار إلى الدليل الثاني على استحالة قيام الحوادث بقوله تعالى بقوله، وأيضا مما يعقب تصوره أو اتصف تعالى بصفة حادثة، يعني لو فرض اتصافه تعالى بصفة حادثة يعني مسبوقة بالعدم فإنه لم يجز، يعني لم يخلو إما أن يبقى. إذا لا يوصف الحق سبحانه وتعالى بصفة حادثة. حادثة يعني لا معنى حادثة، يعني مسبوقة بالعدم، هذا لا يمكن. الصفات واجبة قديمة
والذات قديمة، الأفعال فقط هي اللي حادثة. خلاص الأفعال، أما الصفات التي اشتقت منها اختلفوا فيها. عند الأشاعرة حادثة لأنها تعلقات بالقدرة، وعند الماتريدية قديمة، يعني قال هو تعالى في الحق اسم الخالق حقيقة. أما الأشاعرة قالوا إحنا لا نختلف إنه هو في الأزل اسم خالق ورازق، ولكن إيه معنى خالق في الأزل؟ يعني إيه؟ اللي هو معناه زي ما نقول بالقوة وليس بالإيه؟ بالفعل. لأنه لو كان أو مثلا زي ما إحنا نقول مجازا، خالق بمعنى سيخلق، رازق بمعنى سيرزق، هذا فين؟ في الأزل. أما رازق حقيقة لا يوجد إيه؟ لا يوجد مرزوق، خالق لا يوجد مخلوق، صح كده؟ ولذلك فرقوا بين الخالق بس كده، بين الخلق وبين الإيه؟ وبين المخلوق، الخلق وبين المخلوق. فالمخلوق ده حادث، إنما الخالق الخلق ده صفة فعل كان مخالف. فهذا هو إيه؟ لا معنى عندهم قديم. عند الأشاعرة ده معنى اعتباري، اعتباري. فرقوا بين الخلق وبين الإيه؟ المخلوق. لو اتصف تعالى بصفة حادثة لم يجز، يعني لم يخلق، إما أن يعوى، يعني يتجرد وينفك عنها. يعني مثلا لو اتصف بصفة حادثة، ومعنى صفة حادثة يعني غير موجودة قبل ذلك، حادثة يعني جديدة، تمام؟ يبقى إيه؟ لم يخلو، فإنه لم يجز، يعني لم يخلو، إما أن يعرو، يعني يتجرد وينفك عن الصفة الحادثة، أو يعرى ويتجرد وينفك عن ضدها. يعني الصفة لها ضد، يعني لو اتصف بصفة حادثة، يعني معناها إيه؟ لم تكن، يعني قبل أن يتصف بها لم تكن. طب إذا كانت الصفة قبل أن توجد، هل كان متصفا بضدها؟ وإذا كان مثلا قدرته حادثة، طب يعني إذا هي صفة طرأت حادثة جديدة، قبل أن يكون قادرا هل كان عاجزا؟ يبقى كده أحد أمرين، طالما الصفة يعني ظهرت فيه صفة جديدة، يبقى قبل هذه الصفة هل كان متصف بالضد ولا بمثلها؟ يعني هل كان في قدرة أخرى غير القدرة الحادثة كان متصفا بها، ولا كان متصف بضدها؟ هذه هي الاحتمالات العقلية، مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني أولا أنا مش بشبه نفسي بس بشرح عشان يعني أبين. لم أكن قادرا، يعني أمس كنت إيه جاي على عكاز ما فيش قدرة، واليوم جيت كده أقفز كده وأركب إيه الخيول، بالقدرة دي ما كانت بالأمس، ثم إيه حدثت. يعني معناها أنا بالأمس كنت عاجز، أو كانت عنده قدرة أخرى غير دي مثلها. واضح ولا لسه؟ يلا. أو يعرى ويتجرد وينفك عن ضدها، يعني ضد تلك الصفة الحادثة، أو يعرى ويتجرد وينفك عن مثلها، يعني ضد تلك الصفة الحادثة. يعني يا إما ضدها يا إما إيه مثلها، يعني كانت فيه قدرة وانتهت ثم جاءت قدرة إيه جديدة. فإلا وإلا بأن عري عن الصفة الحادثة أو عن ضدها أو عن مثلها لجاز، أي أمكن وصح عروبه، أي تجرده عن جميع يعني كل الصفات القائمة. جميل كده، يعني شوف بيقول لك دليل عقلي. يعني لو جاز سبحانه وتعالى أن يعرى عن الصفة الإيه؟ الحادثة، ما دامت حادثة يبقى يجوز أنها لا تحدث، لأن الحادث إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. طالما هي الصفة الحادثة أو حدثت يبقى معناها كان من الممكن أن لا تحدث، يعني ربنا لا يتصف بها، لا توجد، أو يكون متصف بضدها، أو يكون متصف بإيه؟ بمثلها. هل في احتمالات أخرى؟ طيب يبقى في هذه الحالة إيه؟ لو اتصف بصفة حادثة لم يجز أن يعرو عنها أو عن ضدها أو عن مثلها، وإلا لجاز عروه عن جميع الصفات.
يبقى طب لماذا هذه الصفة بالذات؟ يعني مثلا الله متصف بالقدرة والعلم والإرادة والكلام، فكانت مثلا منها صفة حادثة يبقى معناها، والصفة الحادثة يبقى معناها باقي الصفات إيه؟ كل حادث، لأن هو الموصوف واحد، وإذا كان الصفة واحدة حادثة يلزم إيه؟ حدوثها جميع الصفات، لأن هذه صفة وهذه صفة والموصوف واحد، لأن قبوله لها ذاتي لا يتخلف، يعني لأن الموصوف قبل هذه الصفة والقبول ذاتي، إن لا يتخلف يعني من صفة لأخرى. وقد عرفت فيما سبق، إحنا الآن بنتكلم في قيام الحوادث، وقيام الحوادث يعني صفات حادثة، وإحنا عرفنا فيما سبق أن العلم لا يمكن يكون حادث، ولا القدرة ولا الإرادة ولا الحياة إلى آخره. وقد عرفت فيما سبق استحالة عروه، العرو يعني الخلو، عروه عن العلم والقدرة والإرادة والحياة، فثبت أن كل ما يقبله من الصفات لا يعرى عنه إلا الاتصاف بضدها أو مثله. يعني الله تعالى لا يتصف بضد الصفات الموصوف بها ولا بمثلها، لكن ضد تلك الصفة الحادثة أو مثلها. يعني طالما الصفة حادثة يبقى كده افهم، إذا كان أحد الضدين حادثا فالآخر حادث. يعني لو كان مثلا علم صفة حادثة واتصف الله بها، فإذا خلى منها ضدها الجهل فالجهل أيضا حادث، لأن ضد الحادث حادث، وهكذا علم حادث جهل حادث، قدرة حادثة عجز حادث. لكن ضد تلك الصفة الحادثة أو مثلها لا يكون إلا حادثا بدليل إيه؟ إيه الدليل؟ طريان عدمه، ما هي لم تكن هذه الصفة ثم حدثت ثم زالت ثم حدثت، يعني طريان يعني أنها شيء يطرأ يطرأ، يعني لا يكون موجودا. يعني مثلا يحدث كده إيه؟ موجة حارة، فتقول هذه موجة طارئة، يعني أصلا الجو ليس حارا وإنما هذا أمر طارئ، يعني ليس إيه؟ ثابت، شيء طارئ، بدليل طريان عدم. إذ القديم لا ينعدم، وما لا يعرى عن الحوادث يكون حادثا ضرورة، طالما هو سبحانه وتعالى لا يعرى يعني لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فلزم أنه لو اتصف تعالى بصفة حادثة لوجب حدوثه ضرورة. وقد عرفت وجوب قدمه جل وعلا. يلا قال الشارح: وإنما لزم ذلك لأن قبوله يعني قبول الذات لها أي بالصفات ذاتي يعني نفسي بالقادر، وما بالنفس لا يتخلف. هي معنى قبول الذات للصفات ذاتي، يعني معناها لا يعلل، لا نقول إنه يقبل الصفات لكذا، لأنها لو عللت الصفات لكانت حادثة، أي شيء يعلل يبقى معناها حادث. يبقى إذن لماذا سؤالك، لماذا تقبل الذات الصفات؟ نقول القبول ذاتي يعني نفسي، هي كذا الذات لا تكون إلا متصفة بهذه الصفات، ولا نقول إن الذات تقبل الصفات لعلة، لأنه معنى كذا يبقى إذن إيه؟ الصفات إيه؟ معلولة والذات علة، والمعلول يتأخر عن الإيه؟ عن العلة، صح وملازم لها في الوجود لكنه متأخر عنها فين؟ في التعقل، فيكون المتأخر حادثا. وما بالنفس لا يتخلف عن ذلك القبول لوجه من الوجوه، فإذا ما وجب لبعض الصفات التي تقبلها ذات أي ذات أي ذات كانت يجب لتلك الصفات. وقد عرفت يعني علمت وتيقنت فيما سبق تقريره بالبرهان القاطع
استحالة أي امتناع عروبي أي تجرده تعالى عن العلم والقدرة والإرادة والحياة. فإذا استحال عروبه عن هذه الصفات وجب الاتصال بها وهو محبوب. فثبت يعني تحقق أن كل ما يقبله سبحانه وتعالى من الصفات لا يعرى يعني لا يتجرد ولا ينفك عنه أي عما يقبله. يعني صفاته تعالى لازمة ثابتة لا يعرى ولا ينفك ولا يخلو عنها ولا يتصف بأي صفة حادثة، وإلا لكان حادثا، كل ما لازم الحادث أو اتصف بالحادث فهو حادث. فذاته قديمة وصفاته إيه؟ فقط أفعاله هي إيه؟ الجائزة خلاص أو هي الحادثة. فثبت أي تحقق أن كل ما يقبله سبحانه وتعالى من الصفات لا يعرى يعني لا يتجرد ولا ينفك عنه أي عما يقبله من الصفات إلا الاتصاف بذنبها أي ذنب تلك الصفة المفروضة القدوم. فإن لم تقبل ذنبه تعين أن تقبل مثله، وإليه أشار بقوله أو مثله أي مثل الضد. يعني إذا لم تقبل الضد قبلت الإيه؟ المثل. لكن ضد تلك الصفة الحادثة أو مثلها لا يكون يعني الضد أو مثله إلا حادثا، يعني سواء اتصف بضدها أو بمثلها فإن الضد والمثل لا يكون إلا إيه؟ إلا حادثا. يعني لأنه لا يمكن يكون الضد قديم. ليه؟ لأن القديم لا ينعدم. لو كان الضد قديم يعني ضد الإرادة، الإرادة حادثة وضدها الكراهية، أو العلم حادث وضده الجهل، فلو كان الضد قديما لا ينعدم أبدا. بمعنى كده الضد إيه؟ حادث، بدليل أنه انعدم وطرأ إيه؟ مكانه إيه؟ العلم مثلا، مفهوم؟ لا يكون إلا حادثا يعني مسبوقا بالعدم بدليل طريان عدم أي عدم الضد أو يعني إذا الضد انعدم ضد الحياة أو ضد الإرادة يبقى معناها إيه؟ طرأ عليه العدم. كيف يطرأ عليه العدم وهو قديم؟ يبقى معنى كده نفس الضد هيكون ايه؟ حادث، والمثل هيكون حادث بدليل طريان عدمه. لأنهما إن تأخر وجودهما عن تلك، يعني المراد طريان عدمه يعني عدم الضد أو الايه؟ أو المثل. يلا. لأنهما إن تأخر وجودهما عن تلك الصفة الحادثة فحدوثهما ظاهر، وإن تقدما عليها فظهور عدمهما عند الاتصاف بتلك الصفة الحادثة يستلزم نفي عدمهما. يعني في الحالتين سواء تأخر أو إيه؟ أو تقدم. خلاص؟ لأنه إذا تأخر يبقى معناه انعدمت الصفة الحادثة وكان الذي حل مكانها حادث، وإن تقدم يبقى معناها طرأ عدمه، وطريان العدم لا يكون إلا على الإيه؟ على الحادث. ففي جميع الأحوال الضد أو المثل لا يكون إلا إيه؟ حادثا. لما عرفت أن القديم لا يصح عدمه، وإلى هذا أشار بقوله إذ القديم لا ينعدم بالقاعدة الكلية. هذه قاعدة كلية عرفنا، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. يعني طالما يجوز العدم يبقى لا يمكن أن يكون قديما، وإنما لا بد أن يكون إيه؟ حادثا. إذ القديم لا ينعدم للقاعدة الكلية، وهي أن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وما لا يعرى أن يتجرد وينفك عن الحوادث يكون أي ما لا يعرى عن الحوادث حادثا ضرورة يعني لزوما لا ينفك عن ذلك. وإذا وجب الحدوث لهذه الثلاثة، ما هذه الثلاثة؟ الصفة أو ضدها أو مثلها. لازم من قبول الذات واحدا منها أن تكون حادثا لوجوب ملازمة الذات حينئذ لما تقبله، وهو أحد هذه الثلاثة الحادثة لا بعينه. ولا يصح ادعاء أن الذات لا تقبل تلك الصفة الحادثة ولا مثلها،
لأن فرض قبول الذات للاتصاف بتلك الصفة الحالكة يستلزم قبوله لمثلها ضرورة. وأيضا فهذه الدعوة تستلزم قبوله لمثلها ضرورة. وأيضا فهذه الدعوة تستلزم ثبوت الذات ضرورة. لأنها إذا لم يعني لماذا تستلزم حدوث الذات ضرورة؟ لأن كل ما اتصف بالحادث أو لازمه الحادث أو قام به الحادث فهو حادث. لأنه إذا لم تقبل إلا تلك الصفة الحادثة وجب ألا تتدرد عنها، وتلك الصفة لم تكن في الأزل فيلزم أن تكون الذات اللازمة لها كذلك. ما دامت تقبل الصفة الحادثة وبعدين يجب ألا تتجرد، يعني لا تنفك عنها. طيب الصفة لم تكن في الأزل لأنها حادثة، إذن فالذات كذلك، يعني فالذات لم تكن في الأزل لأن الذات لا بد أن تتصف بالصفات، والصفات حادثة، إذن فالذات حادثة. فإذا قلنا بحدوث أي صفة يعني معناه حدوث الإيه؟ الذات التي تقوم بها الإيه؟ بها الصفة. وأشار إليه بقوله فلزم أنه لو اتصف تعالى بصفة حادثة لوجب حدوثه ضرورة. كيف يتصور هذا وقد عرفت يعني علمت وتيقنت بالبرهان القاطع؟ يعني كيف نقول إنه تعالى يمكن أن يكون حادثا مع أنه قام البرهان القاطع على وجوب قدمه جل وعلا، ومن ثبت قدمه استحال عدمه. ثم أشار إلى الدليل الثالث على استحالته. كل هذه أدلة مهمة عقلية قوية على استحالة يعني امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. ولم يقل أحد بقيام الحوادث بذاته تعالى إلا الكرامية، تمام؟ ووافقهم ابن تيمية في موضوع قيام الحوادث بذات الله تعالى، لهم في ذلك كلام طويل، إلا أنه كله باطل وكله يؤدي إلى إلى المحذور. وأيضا قال المصنف وأيضا فهو جل وعز لا يتصف إلا بالكمال إجماعا، فيلزم في هذه الصفة الحادثة التي فرض اتصافه تعالى بها أن تكون، يعني في مشكلة أخرى، هو سبحانه وتعالى بالإجماع سواء بإجماع الأدلة العقلية أو النقلية لا يتصف إلا بالكمال، يعني بصفات الكمال. فلو اتصف بصفة حادثة وكانت هذه الصفة كمال لأنها حادثة، فمعنى كده أنه تعالى في الأزل فاته الكمال، يعني في الأزل لم يكن كمال بل كان نقص، معاذ الله تعالى، وتنزه عن هذا بإجماع العقلاء. يعني إذا كانت الصفة الحادثة هذه كمال يبقى معناها إيه؟ ما معنى هذا؟ أن الله في الأزل كان في نقص ما كانش عنده كمال، بدليل أنه استفاد الكمال بحدوث الصفة. ولذلك في رد دليل وقوي جدا على النصارى بيقولوا إيه؟ نسألهم عن الولد ده، هل الولد بالنسبة لله تعالى كمال ولا نقص؟ فإذا كان الولد حادث يعني لأنه ولد وقبل الولادة كان موجود، لا، يبقى معنى كده أن الله تعالى قبل الولد كان ناقصا، تعالى الله أعلم. طب وإذا كان الولد كمال وجب أن يكون معه في الأزل، يعني لا يكون مولود، لأنه مولود يعني مخلوق، كل مولود يموت وكل مولود قبل الولادة لم يكن موجود. ولهذا وصف الله تعالى نفسه بأنه غير والد وغير مولود، لم يلد ولم. وهذه السورة سورة الإخلاص على وجازتها سطر واحد نفت أنواع الكفر الثمانية كلها، وهذه السورة الوحيدة اللي هي سورة الإخلاص لأنه فيها إخلاص العقيدة إخلاص الدين لله تعالى. سورة في القرآن الكريم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أنها تعدل
ثلث القرآن، فيها التنزيل فيها الترحيب، هي سورة الإخلاص، مع أن كلمة الإخلاص لم تذكر فيها، إنما هي خالصة، يعني العبد يقرأها خالصة لله، فيها إخلاص. ليس في هذه السورة تشريع، ليس فيها لا حلال ولا حرام ولا قصص أنبياء ولا وعظ ولا إرشاد ولا جنة ولا نار ولا دنيا ولا آخرة، كلها لله، فاش حاجة خالص. يعني لا فيها الذكرين حرم أم الأنثيين، ولا فيها أبو لهب، ولا فيها نبي ولا رسول ولا إنس ولا جن، كلها خالصة لله. قل، أولها قل، وذاك هذه الصورة دي لله وحده، ربنا يحب هذه الصورة. ولو العبد أكثر من قراءتها، كان بعض الصحابة يقراها في الصلاة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، ليه أنت ما فيش قرآن غير هذا، ما تقرأ يا أخي، تبت يدا اقرأ إذا جاء نصر الله، اقرأ قل يا أيها الكافرون. قال لا، أنا هذه السورة أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة، فلازم أنت إذا كنت مسلم صادق لازم تحب السورة دي، تحبها حب شديد تساوي ثلث القرآن. وهي في حق المولى تبارك وتعالى شأنها شأن سورة أخرى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خص نفسه بسورة، أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم سورة أخرى مثلها، يعني لا يعني في المساحة سطر واحد، سورة الكوثر. فسورة الكوثر ده في حق سيدنا رسول الله، وسورة الإخلاص في حق الله. لكن إيه الفرق بينهما؟ تجد في حاجة غريبة، سورة الإخلاص بدأت بقل، إنما الكوثر ما فيهاش قل. فكأنه الذي ينتقص من قدر المولى من عظمته أو من تنزيهه أو يصفه بالولد أو بالزوجة، وما قدر الله حق قدره. فالله تعالى يقول لرسوله قل، قل يا محمد، إذا أحد تطاول على الذات الإلهية وقال إن له ولد أو إن له زوجة أو له شريك، كل الكفر منفي، فقل لهم الله أحد لا شريك له، لم يلد لا ولد له، ولم يولد لا والد له، ولم يكن له كفوا، يعني لم يكن له شبيه ولا مماثل ولا نظير ولا كل ذا منفي. لهذا إذا أحد من الخلق وصف الله بما لا يليق، من الذي يذب ومن الذي يدافع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا واحد تطاول على سيدنا رسول الله، من الذي يدافع؟ الله، من غير قل أنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك، فالله تعالى هو الذي تولى الرد. أما بالنسبة للتطاول في حق الله، لا يرد الله تعالى بنفسه، بل يكلف مين؟ أما إذا كان التطاول على رسول الله، فإن الله هو الذي يدافع. إن كفيناك المستهزئين. يلا. ولم يقل إنا كفيناك المستهزئين، الذين ما دامش مستهزئين بيستهزئوا بمين؟ برسول الله. فلم يقل إنا كفيناك المستهزئين الذين يستهزئون، الذين يجعلون مع الله. فنقل المعركة بدل ما تكون بينهم وبين رسول الله، جعلها بينهم وبين الله. قال الشارح: وأيضا مما يعقل تصوره، فهو أي الله جل وعز لا يتصف إلا بالكمال المطلق إجماعا. الولد ده كمال، لماذا لم يتصف به بالأزل؟ بالأزل لماذا كان حادثا؟ لماذا لم يكن معه عيسى في الأزل؟ أين كان عيسى أيام آدم ونوح وإبراهيم؟ كم ما فيش
هل كان موجودا سيدنا عيسى قبل سيدنا محمد ب 500 او 600 سنة؟ لم يكن موجودا في الأزل، فلو كان الولد كمالا لكان معه في الأزل، وإذا كان الولد نقصا يجب أن لا يكون معه أبدا. لا يمكن يتصف الحق تعالى بنقص. إذ لو اتصف بصفة حادثة لزم اتصافه بالنقص تعالى عنه، فيلزم في هذه الصفة الحادثة يعني المسبوقة بالعدم، لأن الحادثة لا يكون إلا مسبوقا. أدم سمعت كلمة حادث يعني مسبوق بالعدم، لأن الحادث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، وإلا لم يكن حادثا، حدوثه وجوده بعد العدم. فيلزم في هذه الصفة الحادثة التي فرض يعني قدر ببناء البناء للمجهول اتصافه تعالى بها يعني بالصفة الحادثة، لأنها لا تخلو إما أن تكون الصفة الحادثة من صفات الكمال أو تكون من صفات النقص. فلزوم اتصافه تعالى بالنقص على تقدير اتصافه جل وعلا بتلك الصفة الحادثة واضح. وإن كانت من صفات الكمال لازم أن تفوت الذات في الأزل، ما دامت هي حادثة وهي من صفات الكمال لازم أن تفوت الذات في الأزل، يعني في الأزل كانت فائتة يعني غير موجودة مع الذات، أي لا تكون ثابتة لها فيه لاستحالة كون الحادث قديما. يجي واحد يقول لك لماذا لا توجد هذه الصفة في الأزل؟ لأنها لو وجدت في الأزل لانقلب الحادث إلى قديم، أو لم تكن حادثة بل كانت قديمة. وهو معنى قوله وقد فات ذاته العلية في الأزل، يعني لفوات هذه الصفة الكاملة لها لفرض حدوثها، إذ لا خفاء أن فوت الكمال نقص. وهو أي الله تبارك وتعالى منزه يعني مقدس مطهر منه يعني عن النقص بإجماع يعني باتفاق العقلاء وغير العقلاء، خلاص. وغير العقلاء هم والأنعام سواء، بل هم أضل، يعني غير العاقل ده يساوي البهيمة، بل البهيمة أحسن، لأن البهائم لم تصف الله تعالى بالنقائص. هل وجد من البهائم من وصف الله تعالى بالنقص؟ فيكون البهيمة أفضل. أولئك كالأنعام، مش كالأنعام في الدرجة، لا، كالأنعام في عدم الفهم، بس الأنعام أفضل. ليه؟ لأنه الأنعام لا تفهم، أما هو بيفهم خطأ، فأيهما أحسن؟ يعني سؤال كده، أيهما أحسن؟ إذا أنت لم تفهم أو إذا فهمت خطأ؟ لأنه إذا لم تفهم لا يترتب ضرر، أما إذا فهمت خطأ يترتب ضرر. يعني إذا فهمت أن هذا مثلا هذا يعني سم، وأنت فهمت أنه ماء، يعني مثلا هذا مثلا بنزين وأنت فهمت أنه ماء فشربت تموت. إنما إذا لم تفهم لا تشرب. كيف تقول أنا لا أعرف ماذا هذا؟ فهمنا كده عدم الفهم أحسن من الفهم الخطأ، ولذلك هم زي الأنعام في عدم الفهم، بس الأنعام أفضل. ليه؟ لأن الأنعام لم تفهم فقط وليست تفهم خطأ. مين اللي يفهم خطأ؟ الإنسان. فقد بان لك بهذا أن اتصافه تعالى بصفة حادثة يستلزم اتصافه تعالى بصفة نقص، يعني ممنوع اتصاف المولى تبارك وتعالى بأي صفة حادثة، لأن هذا يستلزم النقص، خلاص كده. سواء قد قدرت أن تلك الصفة الحادثة صفة نقص، أو قدرت أنها صفة، حتى لو قدرت أنها صفة كمال يلزم النقص. ليه؟ لأن معناها هي حادثة، فلم يكن الله تعالى في الأزل موصوفا بها، إذن فيلزم النقص في الأزل مع أنها صفة كمال، إلا أنها لم تكن معه في الأزل. ولما كان لزوم النقص على التقدير الأول أعني تقدير النقص ظاهرا
وعلى الثاني أعني تقدير الكمال خفيا. أضرب المصنف رحمه الله في أصل العقيدة عن التقدير الأول لوضوح لزوم النقص معه، واقتصر على بيان الثاني لخفائه. والأول ظاهر، إنما كيف تكون صفة كمال ويلزم النقص؟ لا يلزم النقص لأنها صفة كمال، ولكن يلزم النقص لأنه كان عاريا عنها في الأزل. مفهوم ولا لا؟ هل فهمتم هذا؟ لا. إذا فهمتم فهذا إيه؟ عدم إيه؟ نقص. وإذا لم تفهموا فهذا عدم كمال. ثم استشعر المصنف رحمه الله تعالى اعتراض معتقد على هذا البرهان الثالث، فقال قال المصنف: ولا يعترض على هذا لأنه لا يلزم فوت الذات العلية كمال هذه الصفة الحادثة لاحتمال اتصافه بأمثالها على التوالي. يعني يجي واحد مثلا متنطع زي الجماعة اللي هم جوزوا قيام الحوادث بالله تعالى، يقول لك أنت بتقول إيه؟ هذه صفة حادثة. نعم حادثة، لم تكن. طيب احنا بنقول ايه؟ انه طالما هي صفة حادثة يلزم فوت الذات العالية كمال هذه الصفة قبل ايه؟ ها؟ قبل ان يتصف بها. لان احد يقول لك لا، الاحتمال ايه؟ انه الحق سبحانه وتعالى بيتصف بامثالها على التوالي، يعني بيتصف بإرادة حادثة. طيب. وقبلها كان متصف بإرادة حادثة مثلها، وقبلها كان بإرادة حادثة، وهكذا. يبقى معناه هو متصف بها على التوالي، وكل واحدة حادثة، لكن لا يخلو عن اتصافه بمثلها على الدوام. فكيف تقول إن الله تعالى فاته كمال هذه الصفة، مع إنه كل ما تحدث صفة تحدث قبل صفة وقبل صفة وقبل صفة وهكذا، فمعناه هو موصوف بها دائما لأنه لا يخلو. وهذا الكلام الغريب العجيب الشنيع، ابن تيمية قاله في موضوع العرش، لأنه قال العرش ده قديم، يبقى معنى كده العرش شارك الله تعالى في القدم. قال لك لا، العرش نفسه ده لا، العرش ده حادث، نوعه أفراده يعني العرش ده حادث، والله تعالى قبل أن يحدثه كان لي عرش مثله زيه، ثم أعدمه وخلق العرش الجديد. طب وقبل العرش الجديد كان في واحد ربنا أحدثه وبعدين أعدمه لما خلق الجديد. طب وقبل العرش الجديد قبل اللي قبله كان في عرش، وهكذا كلما إيه يعدم عرشا يخلق عرشا. يبقى العرش معاه دائما، مع انه ايه؟ حادث، بس الحادث هو الايه؟ الافراد، اما النوع قديم. هذا كلام طبعا لا يصدقه لا عاقل ولا من. طب اذا كان مثلا الكوب ده، اديك مثال خليك يعني خلينا ايه نفهم كده بالبلدي، الكوب ده سليم وفي ماء ومفوش عيب، لماذا أعدمه وأخلق مثله؟ إذا كان اللي حيخلق مثله تماما لا يفترق، إيه فائدة إعدامه وخلق مثله؟ وبعدين أعدم وأكسر وأعدم وكذا، هذا عبث يتنزه الله تعالى. يقول لك هو صحيح ربنا موصوف بالقدرة، ممكن يخلق العرش في لحظة ويعدمه أيضا في لحظة، لكن إيه الحكمة؟ هل ده حكمة؟ هل هذا من الحكمة ولا سفه؟ طب لماذا لا يفعل هذا إلا مع العرش فقط؟ لما يخلقش كل دقيقة أزهر جديد ثم يعدمه ثم يخلقه ثم يعدمه ثم يخلقه؟ هل هذا يحدث في الأزهر الشريف؟ لا. لماذا لا يحدث هذا في الكون أو في الجبال؟ إيه لماذا في العرش فقط؟ هذا كلام فارغ. فمسألة القدم النوع ذا كلام باطل، لا يغرنكم انه قالوا ابن تيمية او حتى قالوا الانس والجن. الباطل لا يتغير اذا قاله حتى ايه مهما كان القائل، فهو ايه باطل. ولا يغرنكم انه ابن تيمية ملقب بشيخ الاسلام، شيخ الاسلام ده
أي واحد يسمي نفسه شيخ إسلام أو شوية مجانين أتباعه يقولوا عليه شيخ الإسلام إلهي حتى يسموه رب العالمين، هل حيبقى هو رب العالمين؟ يعني إيه معنى إنه أتباعك أو المعجبين بيك يسموك أي تسمية؟ هذه التسمية يعني ليس لها إيه معنى. قال ولا يعترض على هذا لأنه لا يلزم فوت الذات العلية كمال هذه الصفة الحادثة احتمال اتصافه بأمثالها على التوالي. ده اسمه كده احتمال اتصافه بإيه؟ بأمثالها على التوالي لا إلى أول. إيه معنى لا إلى أول؟ يعني حيبقى كل عرش قبل عرش وكل صفة حادثة قبل صفة حادثة إلى لا أول. يعني لو قلنا لهم أول عرش ما فيش، طب أول صفة حادثة ما فيش، موجود على طول على التوالي، يبقى معنى هذا كيف تكون حادثة وهي لا أول لها؟ إذا قلنا إن لها أول يبقى معناها إيه؟ حادثة. إذا كان ليس لها أول يعني معناها ليست حادثة، فهذا تناقض. يقولون إيه كده الغريب، يقولون إيه حوادث لا أول لها. أيها المجانين، حوادث يعني لها أول، لأن الحادث إيه مسبوق بالعدم، ولا أول لها هذا شيء تناقض. لا أول لها هي ليست حوادث، لها أول فهي حوادث، فيجمعون بين النقيضين، يقولون حوادث لا أول لها. حتى ابن تيمية برضو كان يجمع بين النقيضين عندما قال إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، يعني هو سبحانه وتعالى يعتقد أن الله تعالى على العرش، صح كده؟ طب لما ينزل من العرش إلى السماء الدنيا ما معنى هذا؟ أن العرش صار إيه؟ ها؟ خاليا. هو يقول إيه؟ ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، كيف يكون على العرش وكيف يكون في نفس الوقت في السماء الدنيا؟ هذا إيه؟ تناقض. يجي واحد مثلا يقول لك أما ربنا يقول هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يقول لا، يعني إله يعني معبود، معبود يعني هو تعالى يعبد في السماء، هو واحد مش اثنين. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالإله واحد لأن المعرفة واحد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ذي صلة الموصول وذي صلة الموصول، والموصول واحد اللي هو إيه؟ الذي. واضح ولا لسه؟ لأن نقول لا يخفى أن هذا الاحتمال باطل لأنه تسلسل من باب حوادث لا أول لها وهو ظاهر الاستحالة. يعني هذا الاحتمال اللي قالوه أن كل صفة قبلها 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 إلى لا أول، عارف لو أنت قعدت تقول قبل صفة لا أول قبل صفة تجن تصاب بالجنون، مش هتصل إلى الإيه؟ إلى النهاية. هتقول إيه؟ كل صفة قبل صفة، كل صفة قبل كل صفة، بعد حوالي 5 ساعات بالظبط يجي لك إيه؟ هتقعد تقول لا أول لا أول، فين؟ ما فيش، لا تصل إلى أول نهائيًا، حتى لو ظللت 100,000 سنة تقول هذا من باب حوادث لا إيه؟ لا أول. وهذا تسلسل، تسلسل وهو ظاهر الاستحالة، يعني استحالة التسلسل ظاهرة لا تخفى على أي متأمل. يعني أنا أعطيك مثال بسيط جدا، أنا معي مثلا إيه درهم مثلا أو شيء مثلا، هذا الدرهم شوف كده أه درهم، خذه فتقول هات، أقول لك لا أعطيك الدرهم إلا إذا أعطيتك دراهم قبله لا أول لها. إيه معنى هذا؟ إنه الدرهم الذي معي الآن وأنت تنظر إليه وتطمع أن تأخذه متوقف على دراهم قبله لا أول لها، فمعنى هذا أنك لن تأخذ الدرهم أبدا لأنه متوقف على محال، وما توقف على المحال فهو محال.
يبقى معنى كده لو كانت هذه الحوادث لا أول لها، يبقى معناها ما وجد منها الآن متوقف على حوادث قبله لا أول لها، إذن فلا يمكن أن يوجد. مفهوم ولا مش موجود؟ مفهوم؟ لا. قال الشارح: ثم استشعر المصنف رحمه الله تعالى اعتراض معترض على هذا البرهان الثالث فقال: ولا يعترض، يعني لا يرد على هذا، يعني على البرهان الثالث، لأنه لا يلزم فوت الذات العلية كمال هذه الصفة الحادثة، يعني ما ذكرتموه من وجوب النقص له تعالى على تقدير اتصافه بصفة حادثة غير مسلم. يعني مش هنسلم انه في نقص، لانه هو موصوف بها دائما على طول. وقولكم في الآن لزوم ذلك لأن تلك الصفة لابد أن تكون صفة كمال، وقد فاتت الذات في الأزل وهو وفوت الكمال نقص، لا صح احتمال أن تكون لما كانت ذاته عز وجل أزلية، فما المانع من أن يقال باتصافه قبل تلك الصفة الحادثة المفروضة بأمثالها على التوالي، يعني التعاقب، كل واحدة قبلها واحدة قبلها واحدة إلى لا أول. في هذه الحالة لا يفوت الذات حينئذ كمال هذه الصفة لا في الأزل ولا فيما لا يزال، لأنه تعالى موصوف بها دائما. زي ما تسأل واحد يقول لك ربنا استوى على العرش، السؤال استوى هو يفهمها بمعناها اللغوي يعني استقر، زي قوله تعالى واستوت على الايه؟ على الجودي، يعني السفينة كانت تطوف وفي الآخر ايه؟ استوت يعني رست استقرت، يعني الله تعالى مثلا كان يطوف ويلف ويروح هنا وهنا وفي الآخر ايه؟ استقر، يعني جلس، معناها كده استقرار يعني التمكن. فتسأل قبل العرش ده مخلوق ولا إله؟ ما هو العرش إما مخلوق إما خالق إما قديم إما حادث، فهل العرش ده قديم؟ نقول لك لا مش قديم، لأنه لو كان قديما لكان العرش إلها أو كان معبودا حيبقى زي ربنا. فالقدم أواجب الوجود الذات الإلهية فقط والصفات. طيب العرش ده الله تعالى قديم والعرش مخلوق، طب كيف نعرف أن العرش مخلوق؟ الله تعالى الله في آخر سورة التوبة: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يبقى العرش إيه؟ رب ولا مربوب؟ مربوب. يبقى مخلوق، كل مربوب إيه؟ مخلوق. يبقى معنى كده العرش لم يكن في الأزل مع الله. ده بالسؤال قبل خلق العرش أين كان تعالى مستويا؟ يبقى كده الاستواء ده لو خلناها صفة الذات العرش ما كانش موجود، العرش مخلوق. يبقى معنى كده قبل العرش ما كانش فيه إيه؟ استواء. هقول لك لا، طب لما يكون ما فيش عرش وما فيش استواء، إن الله تعالى في الأزل ما دامت الاستواء ده صفة الذات ويجب أن يكون كمال، لأن صفات الذات لا تكون إلا كمالا. جمعنا كده الله تعالى في الأزل كان إيه؟ كان ناقصا، تنزه سبحانه وتعالى عما يقول إيه؟ الجاهلون أو الظالمون. يقولون لا، يروح يقولوا إيه؟ يقولون لا، ده العرش صحيح ربنا استوى عليه، بس قبل العرش كان في عرش، وقبل العرش كان في عرش، وقبل العرش إلى لا أول. يبقى معناها لم تفت الله تعالى صفة استواء أو صفة كمال، بل كان مستويا دائما، لكن مش هو نفس العرش ده، لأنه العرش موجود قبله. طب أول عرش، يقول لك فيش حاجة اسمها أول عرش، العروش موجودة على التوالي إلى لا أول، لأنه لو قال لك بأول عرش بمعناه هتسأله إيه؟ طب قبل أول عرش مش عارف يجاوب. فلأجل هذا يقول لك العرش ملوش إيه؟ أوليه. هل هذا كلام صحيح؟ لا. يلا. والجواب على
على هذا الاعتراف ما أشار إليه بقوله بأن نقول لا يخفى من أن هذا الاحتمال الذي افترض به هذا المعترض على الدليل باطل قطعا، لأنه لماذا باطل؟ الجواب في كلمة واحدة، لأنه يؤدي إلى، طالما حيقول لك عرش يؤدي إلى إيه؟ إلى التسلسل، أي تسلسل، أي إيه؟ ها؟ تعقب من باب أي طريق، حوادث يعني وجودات، لا أول يعني لا افتتاح لها، يعني للحوادث، وهو أي حوادث لا أول لها، ظاهر يعني بين الاستحالة. ليه؟ لأن الحادث لا بد أن يكون له أول، فإذا قال لك لا أول فهذا معناه إيه؟ باطل، وهو الدور والتسلسل باطل، الدور والتسلسل إيه؟ باطل. يعني مثلا نجيب كده، مثلا هو الدجاجة من أين أتت؟ من البيضاب والبيضة منين؟ ده بيبقى معنى كده، فدامت البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، يبقى معناها كل بيضة قبلها دجاجة وكل دجاجة قبلها بيضة، ده معناه إيه؟ ده الدور، أنه باطل. يبقى عشان نقطع كل بيضة متوقفة على إيه؟ على دجاجة، بل تكون البيضة متوقفة على نفسها، يعني البيضة متوقفة على بيضة، لأن الدجاجة اللي متوقفة عليها البيضة متوقفة على بيضة، فتكون البيضة متوقفة على بيضة أخرى بواسطة الدجاجة، والدجاجة متوقفة على دجاجة أخرى بواسطة البيضة، فتكون البيضة متوقفة على نفسها والدجاجة متوقفة على نفسها، وهذا هو إيه؟ ظاهر البطلان. يعني إيه؟ يعني لا بد أن نصل إلى البيضة الأولى أو إلى الدجاجة الأولى. ده بالسؤال كده، الذي خلق أولا إيه؟ البيضة ولا الدجاجة؟ الدجاجة. ليه؟ قال تعالى من كل شيء خلقنا زوجين، فما فيش في البيض ذكر وأنثى، هذا موجود فين؟ الدجاجة والديك. ثم أراد الله أن يتكاثر الدجاج فجعله يتكاثر عن طريق البيض، في حيوانات تتكاثر عن طريق التوالد، وفي حيوانات عن طريق ليه؟ البيض. مفهوم؟ عشان ما حدش يضحك عليك، الجماعة الشيوعيين أو العلمانيين يقول لك إيه؟ إيه الأول، البيضة ولا الدجاجة؟ أنت تحتار. يقول لا ما تحتارش، أول الدجاج، لأنه في ديك، خد بالك، والديك لا يبيض. وثبت لهذا الذي تقرر استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى وهو المطلوب. ولما فرغ من مباحث استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى شرع في ذكر وجود وحدة كل صفة من صفاته فقال. ده آخر حاجة ما تتعلق بالصفات، عشان كده إن شاء الله الدرس القادم حيبقى في صفة الوحدانية. خلاص كده نأخذ الصفحة دي. ويلزم أيضا أن تكون كل صفة من صفاته تعالى واحدة. هي معنى كل صفة من صفات الله واحدة، يعني علم الله واحد، ما فيش علمين ولا ثلاثة ولا أربعة، والقدرة واحدة. طب واحد يسأل لماذا لا يكون له تعالى قدرتان؟ سؤال من يجاوب عليه؟ طيب السؤال لماذا؟ ايوه تفضل جاوب. تحصيل ايه؟ يعني السؤال هنا، اذا كانت القدره الاولى باقيه وكامل، خد بالك، ويخلق بها كل شيء ولا تفنى، يعني مش هتهلك، يعني لو كان احتمال ان القدرة الاولى يكون حتى يصيبها عجز او يجي بعد وقت تنتهي ليها، تنتهي الصلاحية، مش كده كل حاجة ليها ايه؟ زي الجهاز ده ليه صلاحية بعد وقت، فانت معاك تليفون تاني، اقول لك ليه؟ ما هو ده
تقول له والله ده احتياطي، ربما ده يسرق او يكسر او يخرب، فانا مخلي الثاني احتياط، مش كده؟ هذا فيما يجوز عليه الفساد او الهلاك. انما القدره الالهيه ازليه ولا تنعدم، دواجبه وكامله. اذا فما معنى وجود قدره اخرى؟ هذا عبث. طيب القدره الاخرى ماذا يفعل بها؟ هل مثلا استبن احتياطي؟ لماذا احتياطي ليه؟ لو كان يجوز على القدره الاولى انها ايه يصيبها عجز او تتعطل، هل هذا يتصور في قدره الله؟ ولا كذلك في علمه ولا في ارادته ولا في سمعه الى اخره. اذا فالقدره الأولى حيخلق بها كل شيء. طيب القدرة الثانية ماذا يفعل بها؟ ولا حاجة، لا حاجة لها ولا يمكن أن يحتاجها. إذن فيجب أن تكون القدرة واحدة والعلم واحد، وهكذا جميع الصفات يجب أن تكون كل صفة من صفاته واحدة، وإلا لزم اجتماع المثلين وتحصيل الحاصل وذلك محال. يعني لو كان الله تعالى ليس صفاته يعني القدرة أو العلم أو الإرادة، الصفات كثيرة لكن كل صفة واحدة، يعني الله تعالى علم إرادة الصفات أكثر من واحدة، لكن كل صفة يجب أن تكون إيه؟ واحدة أوجب لها، لأنه لو اتصف بأكثر من صفة يعني بقدرتين يبقى معناها إيه؟ ها؟ حيلزم اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل وذلك إيه؟ محال. اقرأ بس. قال الشارع: ويلزم أيضا من آضى يئيب إذا رجع. كلمة أيضا أصلها إيه؟ آضى يئيب أيضا، يبقى ده مصدر، والماضي آضى والمضارع يئيب. هي معنى آضى يعني رجع، يعني ممكن ما تقولش أيضا تقول رجوعا، ما هي معناها كده؟ يعني أنه يجب أن تكون كل صفة من صفاته تعالى يعني التي تقوم بذات مولانا جل وعلا زي العلم والقدرة ونحوها يعني الإرادة واحدة، فيعلم جل وعز جميع المعلومات التي لا نهاية لها بعلم واحد، كل المعلومات يعلمها به بعلم واحد مش بعلمين. وبعدين إذا امتنع علمان من باب أولى فما فوقه، يعني إذا كان ما فيش اثنين يبقى ما فيش ثلاثة، يعني العلم واحد لا يتعدد ويقدر على جميع المقدورات التي لا نهاية لها بقدرة. وقس على هذا يعني الحياة والسمع والبصر ما بقي من الصفات، والدليل على وجوب الوحدة لكل واحدة من هذه الصفات ما أشار إليه بقوله: إلا بأن لم تكن كل صفة من صفاته تعالى واحدة بل كانت متعددة. كان يقدر أنه تعالى، يقدر يعني يفترض أنه تعالى يعلم المعلومات بعلوم متعددة، أو يقدر على المقدورات بقدرات متعددة، أو يريد المرادات بإرادات متعددة، ويقدر مثل ذلك في سائر الصفات. لزم على هذا التقدير اجتماع المثلين. يعني إيه اجتماع المثلين؟ يعني بياض وبياض، بياض وبياض، أو سواد وسواد. وبيان اللزوم أن العلم الواحد له تعالى يجب أن يتعلق بكل ما لا نهاية له من المعلومات. فلو فرض أنه له تعالى علما آخر لوجب أن يتعلق بمثل ما يتعلق به العلم الأول. يعني مثلا هناك معلوم، لو أن الله له علمان يبقى إذن من الذي يتعلق بالمعلوم، العلم الأول ولا العلم الثاني؟ يبقى في هذه الحالة إيه؟ لوجب أن يتعلق بمثل ما يتعلق به العلم الأول، فيتماثلان. يعني
المعلوم هنا المتعلق به العلم الأول هو نفسه المعلوم المتعلق به العلم الثاني، يبقى معناها إيه؟ ها؟ العلمان يتماثلان ومحلهما واحد لا تعدد فيه. يعني خد بالك، لو في علمين زي بعض، علمين زي بعض يعني متماثلين، والاثنين بيتعلقان بمعلوم واحد، يعني نفس العلم اللي عندك بيتعلق بنفس المعلوم اللي عندي، يعني علمي وعلمك يتعلقان بس يقومان بإيه؟ بذاتين. يعني العلم الأول له ذات اللي هو الشيخ محمد، والعلم الثاني هنا ما فيش مشكلة، مع أنه المعلوم واحد، أنا أعرف نفسي ما تعرفه، بس علمك قائم بذاتك وعلمنا قائم، لكن المشكلة أن العلمين قائمان بذات واحدة، يبقى اجتمع الايه؟ اجتمع المثلان في محل واحد وهذا محال. إنما إذا اجتمع في محلين يبقى مش محال. يعني أنت عارف حتى في التجويد مثلا يقول لك ايه إدغام ايه؟ مثلين، في مثلين ايه؟ صغير وفي مثلين كبير، بس لا يقومان في ايه؟ في محل واحد، بل ده له محل وده له ايه؟ محل. خلاص كده؟ يبقى كده قد لزم اجتماع المثلين وقس على هذا باقي الصفات. واستدل ايضا في اصل العقيده على وجوب واحد الصفه في صفاته، انه لو تعددت لزم تحصيل الحاصل. يعني القدره الاولى ها هيخلق بها زيد، والثانية إذا خلقت نفس زيد يبقى معناها إيه؟ لم توجد شيئا بل حصلت الإيه؟ الحاصل. وإليه أشار بقوله وتحصيل الحاصل، ولزوم ذلك واضح، لأنه لو كانت له حياة زائدة أو علماني، يعني حياة زائدة يعني على حياتي، يعني له حياتان أو علمان، لكان أحد العلمين أو إحدى الحياتين إما أن يحصل للذات ما هو لازم لها وهو كون الذات حية عالمة، ولا شك أن ذلك تحصيل لما حصل للذات لحصول ذلك لها بالحياة الأخرى والعلم الآخر. وإما أن لا يحصل للذات ذلك اللازم فيلزم أن يكون حيا وعالما بدون لازمهما. وخد بالك وجود الملزوم من غير اللازم محال، الذي يستحيل أن يوجد عاريين عنهما، وذلك محال لا يتصور في العقل وجوده. ومن الأدلة أيضا على استحالة التعدد في الصفات المتعلقة صح أنها أنها لو تعددت المتعلقة وتعدد متعلقاتها لازم دخول ما لا نهاية له في الوجود وهو محال، وإلا لم يكن لبعض الأعداد ترجيح على بعض. تمام كده؟ ما دام في تعدد يبقى معناها هتدخل إيه؟ ما لا نهاية له في الوجود، وإذا دخل ما لا نهاية له في الوجود هيبقى هنا إيه؟ لم يكن لبعض الأعداد ترجيح على بعض. يعني مثلا خد بالك، هذا العدد ناقص وهذا العدد زائد، يعني عندنا مثلا 10 وعندنا 20، والعشرة غير متناهية والعشرين غير، يبقى معناها إيه؟ معناها لا نستطيع نرجح عدد على آخر، لأن هذا لا يتناهى وهذا لا يتناهى، مع أن هذا زائد وهذا إيه؟ وهذا ناقص، فيفتقر في تعيين بعضها إلى مخصص، وذلك يوجب حدوثها، وقد تبين وجوب قدمها. هذا خلف، يعني كيف تكون حادثة كيف تكون قديمة، هذا خلف يعني تناقض، فتعين إذن وجوب وحدتها وهو المطلوب، يعني وحدة الصفات. ولما فرغ من الكلام على مباحث الصفة النفسية والسلبية والمعاني، وكانت الوحدانية من جملة الصفات السلبية، شرع الآن في ذكرها وأخرها إلى هذا الموضع لتوقف برهانها على كثير مما سبق، فقال خلاص كده نقف عند صفحة 170 اللي هي صفة الوحدانية. اللهم صل على الصلاة على
وصحبه وسلم عدد معلومات.